قصف متبادل بين غزة وإسرائيل. في هذه الصور استهدف الجيش الإسرائيلي مكتب إسماعيل هنية من حركة حماس. بحسب إسرائيل، أطلقت الدولة العبرية عشرات الغارات رداً على صواريخ فلسطينية استهدفت مبنى شمال تل أبيب. بسياسة العين بالعين، لم تقتصر إسرائيل على استهداف مواقع تابعة لحماس، بل وقصفت أيضاً مباني سكنية دون سقوط قتلى. اتصلوا عليه جيران واتصلوا عليه ناس، قال الحق المخابرات مكلماهم اخلوا العماره ولا كل اولاد، وصار اخويا انه كنا ننزل وشردنا من العماره ولا نزلوها كلها. بعد سلسله الغارات وتبادل القصف وبعد يوم شهد تصعيدا للعنف بين الطرفين، اعلنت حركه حماس ان وساطه مصريه نجحت في التوصل الى اتفاق تهدئه مع اسرائيل، وهو ما نفاه المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فرانس 24. لم يتم التواصل الى اي وقف اطلاق النار، لانه المنظمات الارهابيه الفلسطينيه تواصل اطلاق الصواريخ على بلداتنا في الجنوب. حماس اطلقت عشرات الصواريخ على بلده معينه وهي بلده سديروت، واستهداف المدنيين، قصف المدنيين هو جريمة بحق الإنسانية، وهذا بالضبط ما فعلته حماس هذا الصباح وهذا المساء ومنذ أكثر من 15 عاما. يتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس التي تدير قطاع غزة بإطلاق الصاروخ من مدينة رفح، ولم تستطع القبة الحديدية للدفاع الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الفلسطيني. يأتي هذا التصعيد الجديد قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية في إسرائيل.